السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة بإذن الله فيديو مميز وعظيم جدا جدا جدا. والنهاردة بإذن الله انا هكلمكم على سر عظيم جدا من اسرار سورة من سور القرآن الكريم، الا وهي سورة البقرة. سورة البقرة من السور العظيمة جدا واللي فيها أسرار وفيها معجزات كثيرة جدا. والنهاردة إن شاء الله أنا هكلمك على فايدة عظيمة جدا 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 ومجربة. هذه الفائدة بإذن الله هتنفعك لو أنت شخص بتواجه سحر أو بتواجه حسد أو بتواجه مس أو بتواجه تعطيلات أو بتواجه طاقات سلبية. الطاقات السلبية يا جماعة يعني شيء كتير من الناس بيعاني منه من غير ما ياخد باله. في بعض الناس أو كتير من الناس بتلاقيه عنده على طول حزن، بتلاقيه عنده على طول عدم رغبة في فعل أي شيء، بتلاقيه دايما عنده يأس، بتلاقيه دايما مش ناجح في أي حاجة من حياته كلها. يعني بتلاقيه هو الشخص كده يأس وحس إن هو فاشل. في شخص تاني كان بيحب شغله، بيحب زوجته، بيحب عمله، ويلاقي نفسه فجأة كره زوجته أو كره عمله أو كره الشيء اللي هو بيعمله. أو شخص كان في قمة الصحة وفجأة تلاقيه بقى في قمة عدم الصحة أو قمة الضعف أو بيبقى عنده مرض، يجيله مرض أو كده. فالحاجات دي يا جماعة بيبقى حسد أو بيبقى سحر، ده غالبا يعني بيبقى حسد أو سحر، بالذات لو الشخص ده حاله اتغير فجأة. فالنهاردة إن شاء الله أنا جايب لك فايدة عظيمة جدا 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 هنستخدم فيها بإذن الله سورة البقرة لعلاج السحر والحسد والمس ولعلاج الطاقات السلبية وأيضا علاج التعطيلات للناس اللي بتواجه تعطيل في الرزق أو تعطيل في أمر الزواج. للفتيات اللي بتعاني في تأخر في الزواج الأمر ده بإذن الله برضه هيبقى نافع لهذا الشأن. والفايدة دي يا جماعة في غاية في السهولة، يعني الفايدة دي سهلة جدا. كل اللي بطلبه منك بإذن الله أن أنت تستمر على هذه الفائدة وتستمر على هذا الأمر لمدة 3 أيام متواصلة. تستمر على الأمر ده بإذن الله لمدة 3 أيام متواصلة. طب هستمر على الأمر ده لمدة 3 أيام متواصلة يا عبد الله هعمل إيه؟ كل اللي بطلبه منك بإذن الله أن أنت بتيجي في جوف الليل، يعني في جوف الليل بعد صلاة العشاء كده قبل الفجر بساعة أو ساعتين، في جوف الليل يعني بتيجي في جوف الليل بالليل خالص قبل الفجر وبتقعد وبتبقى متوجه للقبلة. وأول حاجة بتعملها إن شاء الله هي إن أنت بتقرأ سورة البقرة مرة واحدة فقط. بتقرأ سورة البقرة مرة واحدة فقط. بعد ما تقرأ سورة البقرة بإذن الله مرة واحدة فقط بنيجي للخطوة التانية إن شاء الله في الفايدة، وهي إن أنت بتردد هذا الاسم 66 مرة، والاسم هو يا الله. بتقول يا الله 66 مرة. بعد ذلك ان شاء الله بنيجي للخطوة الثالثة في الفايدة، وهي بإذن الله ان انت بتقرأ سورة الزلزلة 33 مرة. يبقى اذا لحد دلوقتي احنا قلنا سورة البقرة مرة واحدة فقط، بعدها يا الله 66 مرة، بعد ذلك سورة الزلزلة 33 مرة. بعد ذلك عايزك تفضل تقرأ آية الكرسي. تقرأ آية الكرسي يعني بص عايزك تقرأها بأي عدد إن شئت، يعني على قد ما تقدر. قرأتها 7 مرات عادي، قرأتها مرة واحدة عادي، قرأتها أزيد عادي مفيش مشكلة. أهم حاجة أن أنت تحاول تكسر من قراءة آية الكرسي بنية الحفظ وبنية النجاة من الأزمات ومن التعطيلات ومن السحر والحسد والمس. فتفضل ترددها كده وتفضل تردد فيها لحد ما تنام. كذلك اليوم الثاني تفعل نفس الخطوات، واليوم الثالث تطبق نفس الخطوات. بإذن الله هتشوف النتائج بإذن الله خلال هذه الثلاثة أيام. وعلى فكرة يا جماعة لو شخص بيعاني من سحر أو حسد مهما كانت درجة قوته أو حتى لو مس إن شاء الله هيتعالج منه. فبس كده يكون الفيديو خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا منه. طبعا تفاصيل الفايدة أنا هكتبها في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.